إذا لما خلصنا نعمل الاكتفاء نحب نحكي عن التشوبرز. أهم مبدأ من مبادئ التشوبرز اللي هم بيحولوا من دي سي تو دي سي هي البلس ويث موديليشن. إذا البلس ويث موديليشن مبدأ مهم وهذا رح يكون موضوع المحاضرة. بلس ويث موديليشن اللي هي اختصارها بي دبليو ام. إذا عندي خلينا نطلع على الحالة هذه من هون. أنا في عندي ريزيستيف لود. الريزيستيف لود هذا مثلا في الحالة هاي فرضنا أظن أنا حاطه 10 أوم أو راح أختاره هون بالحالة هاي 10 أوم. وعندي هون سورس 200 فولت دي سي. هلا أنا لو بدي أدخل 200 فولت مباشر على الريزيستيف لود ما فيش عندي مشكلة، مش هيك؟ بحط السويتش بحط أي شيء وبشغل أو بشغل الترانزستور هذا فل بعمله أون. شو الريجنز اللي ممكن يشتغل فيها الترانزستور؟ أخذتوها بالإلكترونكس. ممكن يشتغل بالساتوريشن والكات اوف والاكتف اخذتوهم. في 3 مودز للترانزستور. ممكن يكون بالساتوريشن او بالكات اوف. وهدول احنا بنعتبرهم لو فكرت بالترانزستور كسويتش، لاني ممكن الدائره هاي افكر فيها كسويتش، يعني ممكن افكر بالترانزستور في الباور سيركتس كانه اون اوف ديفايس مش امبليفاير. فممكن هذه الدائره كلها انا احولها لدائره بهذا الشكل، بحط هاي احولها كانها سويتش واحط هون خط مقطع من الكنترول سيركت. فالكنترول سيركت تتحكم بهذا السويتش، بتسكره وبتفتحه. طبعا هو الكترونيك سويتش مش ميكانيكال سويتش، لكن هو بقدر افكر فيه كانه سويتش، وراح اهمل الفولتج دروب عبر هذا السويتش. فانا لو عملت دائره زي هذه هون هيك، ايش انا عمالي بعمل؟ هلا هذا السويتش له وضعيتين، يا اما اون يا اما اوف. إذا كان بالساتوريشن بصير كأنه اون، لما يكون اون شو بيكون وضعيته؟ كأنه كلوزد، مش هيك؟ لما يكون كلوزد قديش لازم يكون الفولتج دروب عبر السويتش لما يكون السويتش هذا يكون كلوزد؟ ايديال سويتش زيرو زيرو. والعكس لما يكون اوف يعني بيكون بالكت اوف ريجن، والسويتش لما يكون بالاوف يعني فولي اوبن. لما ميكانيكال سويتش يكون فولي اوبن قديش الكرنت اللي بمر فيه لازم يكون؟ زيرو. إذا في هون حالتين عندي، لو هذا ايديال سويتش في حالة بيكون فيها اون بيكون الفولتج عبره زيرو والكرنت بيكون هو نفس الكرنت اللي ماشي في اللود، مظبوط؟ يعني مثلا بالحالة هاي لو احنا أخذنا هون 200 فولت وهذا أخذته 10 اوم، قديش الكرنت راح يصير؟ اي يساوي 200 على 10 ويساوي 20 أمبير. إذا بحالة الاون هذا لما يكون اون بصير في سي اي راح اسميها، راح اعتبر هذا هو الكونكتر وهذا الليمتر يساوي زيرو. هذا ايديال طبعا، هاي ايديال كونديشنز مش حقيقيه. والاي سي يساوي 20 امبير. هذا لما هذا السويتش يكون اوف يكون فاتح الفولتج عبره قديش راح يكون لما يكون السويتش فاتح؟ ليش؟ في ايش؟ تفضل. الفولتج عبر السويتش. اه ليش الفولتج عبر السويتش لما السويتش يكون فاتح؟ زيرو. لا. اعمل كي في ال على اللوب. نفس الفولتج تبع نفس الفولتج تبع السبلاي. يعني هذا السويتش بده يتحمل شغلتين، لما يكون بحاله الاوف بده يتحمل فولتج مقداره قديش؟ سي. هذا. مين اللي مانع هذا الكرنت انه يمشي هون؟ السويتش، مضبوط؟ اذا الفولتج هون قديش الفولتج عبر الريزستر لما يكون هذا السويتش فاتح؟ إذا ريزيستر ما في كرنت زيرو زيرو. إذا هون في شيء فولتج، اعمل كي في ال حوالين اللوب. الفولتج هذا هون زيرو، إذا صفى الفولتج هذا وين بده يكون موجود؟ كله موجود على السويتش. إذا السويتش هذا بده يتحمل هذا الفولتج، وإذا ارتفع كل ما ارتفع هذا الفولتج زاد السويتش هذا بده يتحمل، ولا راح يصير في بريك داون. ولذلك في عندي ريتنج للسويتش، في عندي ريتنج للترانزستور ماكسيمم في سي اي أو في سي اي ماكسيمم اللي هو الماكسيمم فولتج اللي هو بيقدر يعمل له انتربشن. إذا بحالة الكت اوف لما يكون اوف بده يكون عندي في سي اي شو بيساوي؟ بيساوي 200 فولت اللي هو الفولتج تبع السبلاي. وقديش الاي في ايديال؟ لما يكون فاتح قديش الكرنت اللي مار فيه؟ زيرو. لكن هو فعليا شو بكون عندي بحالة الكت اوف؟ بكون في عندي هون كرنت ليكج كرنت. وبحالة الاون ستيت هل فعلا في سي اي بكون زيرو؟ لا، في في سي اي ساتوريشن بكون فيه. إذا هذه الحالة ممكن أنا أستخدم هذا الترانزستور كسويتش وأسكره أون طول الوقت وأسكره أوف، وكان بإمكاني بدل ما أستخدم الترانزستور كان بإمكاني أستخدم ميكانيكال سويتش، مش هيك؟
لو انا كل اللي بدي اعمله بدي اعمله سويتشنج اون واتركه فتره بعدين اعمله سويتشنج اوف اتركه فتره بفتح. طيب هلا هون السؤال، لو انا بدي ادخل عليه ديت فولت لهي المقاومه ايش ممكن اعمل؟ انا ما بدي اياها تشتغل فل، يعني ممكن تكون هاي مثلا ديمر او هيتر او اي جهاز من هون، ممكن هاي تكون فكره كانت هون دي سي موتور بس طبعا ما راح يكون المودل تبعها ريزيستر. انا ما بدي ادخل عليها الفول فولتج، انا بدي ادخل عليها مثلا نص الفولتج. ولذلك احنا هذا هاي الجهاز هذا شو تشوبر، التشوبر عباره عن ايش؟ التشوبر ايش بيحول من ايش لايش؟ دي سي لدي سي. بس شو بيعمل بالدي سي اللي بحوله؟ بغيره بنزله. اذا هذا الفولتج من هون 200 فولت بدي بس يدخل 100 فولت على هذا، كيف ممكن اعمل؟ بركب له ايش؟ تشوبر. ماشي، شو هو التشوبر؟ كيف بده يشتغل؟ ايش بدي اعمل هون بالدائره هاي حتى هون يكون هذا الافرج فولتج على هذا الريزستر 100 فولت مش 200 فولت؟ هل بقدر اشغل هذا بالاكتف ريجن؟ اخذتوا انتوا الاكتف ريجن؟ خلينا نشوفها اذا ممكن، اذا ممكن. لو انا شغلت هذا بالاكتف ريجن ومررت انف بيس كرنت بحيث انه هذا الترانزستور يصير الفولتج دروب عليه 100 فولت وهذا يصير عليه الفولتج دروب 100 فولت، يعني مش فولي كلوزد، كانه مش فولي كلوزد ولا فولي اوبن بالاكتف ريجن بتتوزع. تمام، بتوزع على هذا. ففي الحاله هاي خليني اشوف شو بصير. صار عندي هذا 200 فولت، هاي المقاومه هون عندي هذا الترانزستور الفولتج دروب عليه في سي اي راح يساوي 100 فولت. اذا بدي صفى الفولتج راح يكون عبر المقاومه 100. اذا تحقق اللي انا بدي اياه، خلينا نشوف شو المشكله. عندي هذا 10 اوم وعندي هذا 200 فولت من هون. اذا هذا عليه 100 فولت قديش الكرنت اللي ماشي فيه؟ 100 فولت 10. اذا هون الكرنت اي راح يساوي 10 امبير، اي بيساوي 10 امبير. وانا طبعا تحكمت هون في كنترولر بتحكم فيها مش فولي اون ولا فولي اوف. هذا هون اللي صار اكتف ريجن اوبريشن، وحطيت انا البيس كرنت مناسب من هون والبيس كرنت مناسب خلى الكرنت اي سي كرنت يساوي 10 امبير حسب الاتش اف في. هاي الدائره بتشتغل مش هيك؟ بالنسبه للود بتشتغل، بس شو المشكله الاساسيه فيها؟ لا لا ماشي 10 امبير، ضليت اظبط اي بيس لحد ما مر الكوليكتر كرنت هون كان 10 امبير. بتكون صعوبه انه نخلي المودل يدخل 100 فولت على الترانزستور؟ لا انا بعمل يعني بدبر الامور هاي، بدبرها، بدبر الامور بحيث انه هذا الترانزستور يشتغل بالضبط بالمكان المناسب بحيث انه يكون الفولتج دروب عليه 100 فولت. الفولتج هون 100 فولت، الكوليكتر راح يتحكم بالكوليكتر كرنت على فكره، هون راح يتحكم بالكوليكتر كرنت بحيث انه الكوليكتر كرنت تكون 10 10 امبير. بس فيها مشكله اساسيه هاي الدائره، فكروا فيها شو هي؟ مش في ال VCE. ايش VCE؟ مش راح اقدر اني اتحكم فيها اخليها يعني لا هي اوف ولا هي اون. لا لا هذه هي فكره الاكتف ريجن اللي بتاخذوه في الالكترونكس 2 بالامبليفايرز، هاي فكره الامبليفايرز. هذا عم بيشتغل كامبليفاير الان، مضبوط؟ مش عم بيشتغل كامبليفاير. هلا في حالات معينه انا مضطر اعمل هيك، بدي اعمل هيك. اذا عندي سبيكر بدي اعمل امبليفيكيشن وعندي هذه سبيكر مضطر اعمل هيك. بس احنا بحالتنا هذا اللود اندستريال لود هيتر او شيء. لا بالسي بي في مقاومه وهميه، فاذا زدت الفولتين كثير راح تعطي مقاومتها. هي راح تبين كانها مقاومه اكبر. شو المشكله؟ تيار وين؟ المقاومه ايش ماله؟ بيعمل حراره كبيره. بس هي المقاومه هاي انا عشان هيك جايبها، يعني هي المقاومه هاي هذه وظيفتها. الحراره اللي في المقاومه هذه وظيفتها، انا بدي يمر فيها 10 امبير، يعني سواء عملتها بالطريقه هاي او باي طريقه ثانيه بالنهايه راح يمر 10 امبير، انا هذا اللي بدي اياه، لانه هاي ممكن تكون هيتر. ايش كمان؟ ايش ممكن تكون المشكلة؟ مشكلة قديش الباور ديسيبيشن في الترانزستور هذا؟ الباور ديسيبيشن عادة شو بتساوي؟ 2000 في الترانزستور. لا الريزستور انا بدي اياه هو هيتر، هو هيتر هو بده يعمل شيء او بده يعطيني باور، يعني في باور عم تروح عليه والباور هاي عم تعمل شيء مفيد، بترفع لود او بتعمل شيء او بتسخن شيء. قديش الباور ديسيبيشن في الترانزستور نفسه؟ كرنت قديش؟ 10 10 تمام. طيب وايش بدي اضربه؟ في الدي سي. ليش ار؟ انت فيش عندك ار واضح، ايش بضربه ماشي؟ في سي اي. اذا الباور ديسيبيشن تبعت الترانزستور تبعت البي جي اتش سي شو بتساوي؟ 10 في
هيت فولت اللي هي بتساوي 1000 فولت. قديش الباور ديسيبيشن في الريزيستر؟ 2000 اي سكوير ار. هون بستخدم اي سكوير ار. قديش صارت؟ كمان 1000 فولت. كمان 1000 فولت. اذا الباور اللي عم بتروح في الترانزستور قديش قيمتها؟ شو بتساوي؟ بتساوي الباور اللي هون. اذا انا الافشنسي قديش عندي بالدائره هاي؟ خلينا 50%. المشكله الثانيه، هذا الترانزستور شو رح يصير فيه لما يعمل ديسيبيشن ب 1000 واط؟ قديش 1000 واط يعني كم جول انا بحط فيه بالثانية؟ وراح يتحمل 1000 جول ما راح يتحمل، او يعني حراره هائله بدي اضطر اضربه. اذا هذا السولوشن بيشتغل، بس في مشكلتين. شو هم المشكلتين؟ الحراره، الحراره الهائله رح تكون في الترانزستور، هذا الترانزستور رح يحمى في النهايه حتى تخلص من 100 واط مشكله. والمشكله الثانيه هي الافشنسي. اذا في عندي هاي الدائره اني اشغله بالاكتف ريجن في مشكلتين. الافشنسي بالحاله هاي 50%، لانه 100 واط ديسيبيتد. ال 100 واط الثانيه هاي عم تعمل يوسفول ورك، عم تعمل لي شيء مفيد. هاي مش، هاي مش خساره، لكن هاي هون خساره، لانه انا حتى اعمل سويتشنج اضطريت اضيع 100 واط. المشكله الثانيه رح يصير في عندي تمبرشر رايز ان دي جي. هاي الطريقه رغم انها بتشتغل غير عمليه، هاي الطريقه اللي هون شو ممكن اعمل؟ ماشي، اذا انت مستعد تبرد وفي عندك خساره وفي عندك حراره، بس في طريقه احسن من هاي الطريقه. اني انا ايش هدفي اعمل؟ ايش بدي الفولتج هون؟ 100 فولت بس 100 فولت تمام. انا المشكله انه عندي السورس 200 فولت، شو ممكن اعمل؟ بحط شو اسمه اللي هو المقاول دي سي تو دي سي. تمام، كيف بده يشتغل؟ شو بدي اعمل؟ يعني شو بالضبط هلا رح اعمل؟ بحيث انه هذا شوف نعم بحط المقاومه، بحط مقاومه ثانيه هون ان سيريز، ما بحط، ما رح يصير ديسيبيشن فيها. ما هون بنزل قيمة الفولتج. كيف بده ينزله؟ كيف بده ينزله؟ مقاومة. لا بنفعنيش، بنفعنيش المقاومة. لا، في طريقة ذكية بالزمن، باستعمال الزمن. آخر يعني بصير تمام، بصير أعمل أون أوف. هذا شو بنسميها العملية هاي؟ هاي اسمها بالانس ويت موديليشن. خلينا نشوف كيف بتشتغل وإيش رح نعمل. فاللي رح نعمله الآن، هذا الترانزستور ما هو كسويتش، هل هو سويتش سريع؟ لا، الكتروني سريع. ترانزستور مقارنة بالميكانيكال سويتش؟ سريع. يعني ممكن انا اعمل له سويتشنج اون اوف بسرعة، بحيث ان اللود هذا ما يحس. يعني اذا راح اعمل له سويتشنج اون، يعني لو انا عملت سويتشنج اون لهذا الترانزستور اللي هون من الكنترول سيركل، خليني افترض انه انا بدي 50%، مش انا بدي 50% من هاي، شو ممكن اعمل الان؟ ممكن اشغل لمدة نص الزمن 50% وبعدين اطفيه لمدة 50%، اشغله لمدة 50% واطفيه لمدة 50%. مش ممكن اعمل هيك؟ بس في جهاز اللي ايش هو؟ اللي بيعمل مضاد، اللي هو البلس جنريتر. ممكن اجيب بلس جنريتر، والبلس جنريتر بايش بدي اتحكم؟ ايش الشغلتين اللي بدي اتحكم في شكل هاي الويف فورم؟ خلينا نكبرها ونشوفها. هاي افترض اني انا بحطها هلا هون، مربعين اون ومربعين اوف. ايش الاشياء اللي بقدر اتحكم فيها بهذا البلس جنريتر؟ تايم تايم ايش التايم؟ اي تايم؟ الدوره، هذا الزمن. بس الدوره بدي البيريود. اذا البيريود، اذا انا تحكمت في البيريود، بايش عمالي بتحكم فعليا كعندي؟ بالفريكونس، مش هيك؟ ايش العلاقه بين اف وتي؟ واحد عليه. هاي اول شغله. ايش الشيء الثاني ممكن اتحكم فيه؟ الاوميجا. لا، هذه هون الهايت هي اون اوف، بس هي لوجيك. يعني هاي كانها بتقول بدي الترانزستور هلا اون وبدي الترانزستور هون اوف، بدي اياه اون وبدي اياه اوف. في شيء ثاني مهم بقدر اتحكم فيه هون. لا، اوميجا ما هي هي فري الاف. نعم، السايكل اللي ايش بنسميها هاي؟ اسمها ديوتي سايكل. لاحظوا هذا الزمن راح يكون اسمه تي اون، وهذا الزمن راح يكون اسمه تي اوف. تي اون على كابيتال تي بنسميها الديوتي سايكل. ديوتي